أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم. البحث الثاني. قلنا في خارطة البحث أعزائي توجد أبحاث ثلاثة. البحث الاول استعراض نماذج من النصوص الروائيه التي تكلمت عن نقصان عقل المراه ونقصان دين المراه وسفاهه المراه وعلى هذا الاساس فلا ينبغي التشاور معهن وإذا وقع التشاور معهن فينبغي ماذا؟ مخالفتهن لأن في خلافهن البركة حاول جملة من المفسرين وليسوا قلة أن يقولوا أن هذا هو النص القرآني يعني ارادوا تطبيق نظريه العرض على القران الكريم قالوا نعرض هذه الايات على القران الكريم نجد ان القران الكريم ايضا يؤيد هذا المنحى هذه القراءه هذه الصوره السلبيه عن المراه او قولوا هذه الصوره التكوينيه عن المراه ومن اهم الايات التي استندوا اليها في هذا المجال هي الايه 34 من سوره النساء، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، لماذا اعزائي لماذا ان الرجل قوام على المراه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، هذه الباء للسببيه كما هو المشهور. باي سبب الرجال قوامون على النساء؟ الجواب لان الله فضل الرجال على ماذا؟ على النساء، وعلى هذا الاساس فالضمير الاول بعضهم يعني الرجال. والضمير الثاني على بعضين يعني ماذا؟ يعني النساء بما فضل بعضهم يعني من؟ يعني الرجال مو بعض الرجال على ماذا؟ مو على بعض النساء على ماذا؟ على النساء حتى تنسجم حتى يكون على النحو اللف والنشر مرتب اعزائي لان الايه قالت الرجال قوامون على النساء بما فضل الله من بما وان كان الاولى كان يقول بما فضلهم على ماذا عليهن اذا كنا نريد ان نتكلم بمقتضى اللغه العربيه كان ينبغي ان يقول ماذا بما فضل الله من أو بما فضلهم الله ماذا عليهن عند ذلك يكون واضح ولكنه لم يبين هسأل أي نكتة حاول جملة من المفسرين أن يذكروا النكتة ولكنه بناء على هذا البعض الأول هم الرجال والبعض الثاني هو ماذا ها هو النساء وبما أنفقوا هذه وبما أنفقوا نستكشف من قوله وبما أنفقوا من أموالهم أن التفضيل تكويني وتشريعي التفضيل التكويني لقوله فضل الله بعضهم التفضيل التشريعي لقوله ماذا؟ وبما أنفقوا إذن فيحصل ما تقدم من أن الرجال ماذا؟ مفضلون تكوينا على من؟ على النساء التكوين في اي بعد مولانا؟ نعم البعض قال التكوين لانه اقوى عضلات لا, لا يستحق شرافه والا ال الفيلة هم ما تصير اشرف من الانسان هذه لا علاقه لها بالبعد الجسماني بذاك المعنى من هنا قالوا اذا المراد ببركه الروايات التفضيل ماذا؟ التفضيل في القوة العقلية في القوة الفكرية في القوة التدبيرية في القوة الإدارية إلى ما شاء الله مولانا إلى كل هذه العناوين واضح صار هذه نكتة التفتولي جيدا هذه نكتة النكتة الثانية التي أصر عليها جملة من المفسرين سنقراها العبارات كلها نقراها فقط انا اخليكم في صوره الايه او في في بيان الايه. النكته الثانيه التي اصر عليها جمله من اعلام المفسرين، الايه عندما انتم تاتون اليها تجدون ذيلها واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. بس هذا المقطع الثاني الان مو بحثنا ولكنه ذيل الايه المباركه مرتبطه بمن اعزائي مرتبطه بالرجال والنساء يعني مطلق الرجال والنساء لو الازواج مولانا واضح بعد الايه قالت اللاتي تخافون نشوزهن اذا الايه ذيلها بماذا يرتبط؟ ها؟ بالازواج اذا القواميه بماذا ترتبط؟ ها الرجال قوامون على النساء يعني الازواج الذكور قوامون على الازواج ماذا؟ الاناث او اللغه الرديئه الازواج قوامون على ماذا؟ على الزواجات واضح صار؟ جمله من الاعلام قالوا ابدا يبقى اطلاق الايه على ماذا؟ على حالها الرجال مفضلون على النساء مطلقا سواء كان في باب الاسره او في محل أه فليكن في باب القضاء، فليكن في باب السياسه، فليكن في اي باب اخر فالرجال قوامون على من؟ اذا هذا عنوان عام نعم من مصادقه بحث ماذا؟ بحث الاسره واضح صار اعزائي هذا اجمال ما قاله هؤلاء اما بعض كلمات الاعلام في هذا المجال المورد الاول اعزائي الالوسي طبعا احنا الان حديثنا في المقطع الاول اعزائي مو في المقطع الثاني، مو في مساله واضربوهن، ذاك بحث اخر، الان بحثنا ان شاء الله من ناتي الى البحث الثالث نقول يقع الكلام في ماذا؟ ها؟ في مقطعين من الايه، المقطع الاول القواميه، المقطع الثاني ماذا؟ واضربوهن النشوز في مساله النشوز اللي نقف عندها. اما الاول الالوسي العلامه الالوسي في المجلد السادس اعزائي العلامه الالوسي في المجلد السادس من تفسيره روح المعاني صفحه التفت جيدا صفحه تسعه مولانا الرجال قوامون على النساء وساقرا كثير من هذه العبارات لانه اساسا المنظومه كامله اللي اشرنا اليها اين موجوده؟ هنا موجوده يقول اي شانهم شان الرجال القيام عليهن قيام الولاة على الرعية بالامر والنهي ونحو ذلك يقول لماذا استعمل الجملة الاسمية الرجال قوامون على النساء واختيار الجملة الاسمية مع صيغة المبالغة مو قيام ماذا؟ قوام والقوام من صيغ مبالغة للإيذان بعراقتهم يعني عراقة الرجال ورسوخهم في الاتصاف بما أسند إليهم وفي الكلام إشارة إلى سبب استحقاق الرجال إلى أن يأتي وعلل سبحانه الحكم أي حكم القوامية بأمرين وهبي وكسبي الوهبي بعد يقتل في عالم ال تكوين بعد هذا غير قابل للتغير بالتاريخ والتربيه والاجتماع و, و, و الى غير ذلك وهبي وكسبي فقال عز شانه بما فضل الله بعضهم على بعض فالباء للسببيه وهي متعلقه بقوامون كعلى ولا محذوره الى اخره وعدل وكذا التفت جيدا وعدل عن الضمير فلم يقل سبحانه بما فضلهم الله عليهم كما أشرنا للإشعار بغاية ظهور الأمر أصلا لا يحتاج لأنه من الواضحات من المسلمات لا يحتاج إلى أن يقول ذلك وعدم الحاجة إلى التصريح بالمفضل والمفضل عليه بالكلية وكذا لم يصرح سبحانه بما به التفضيل فضلهم متعلق التفضيل شنو ما هو ها بما فضل الله متعلق التفضيل ما هو الايه لم تشر الى ذلك قال رمزا الى انه غني عن التفصيل وقد ورد انهن ناقصات عقل ودين إذن التفضيل متعلقه أين أعزائي؟ ها؟ في العقل والدين. بعد والرجال ما هو؟ والرجال ها جنس الرجال مو هذا الرجل وهذه المرأة، جنس الرجل أساسا مفضل عقلا ودينا على ماذا؟ على جنس المرأة. والرجال بعكسهن كما لا يخفى ولذا خصوا هسه الآن تفيت والشاهد على ما يقول يقول علام الالوسي والشاهد على ما نقول ولذا خصوا بالرساله والنبوه على الاشهر وبالامامه الكبرى والصغرى واقامه الشعائر كالاذان والاقامه والخطبه والجمعه وتكبيرات التشويق عند امامنا الاعظم ابي حنيفه والفلان وبما انفقوا من اموالهم هذا هو الاول هذا هو الوهبي أما الكسبي قال عطف على ما قبله وأريد بالمنفق هسا المهر والآية كما روي عن مقاتل التفت جيدا اللي ذيل الآية هم يتضح المراد نزلت في سعد بن الربيع بن عمرو وكان من النقباء وفي امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير وذلك أنها نشزت عليه فألطمها جيد فانطلق ابوها معها الى النبي فقال افرجته كريمتي فلطمها فقال النبي لتقتص من شنو زوجها هذا قاله النبي اجتهاد له وحي شو تقولون ها على فرض صدور رواية هو يمعدنا احنا في رواياتنا لا تتصورون انه قال كذا ولكن نزلت الآية او صبر الى ان تنزل ماذا الآية فانصرفت مع ابيها لتقتص ممن من زوجها فقال النبي ارجعوا هذا جبرائيل اتاني وانزل الله هذه الآية واضربوهن اذا هذا الذي قال روحه قال رسول الله قاله كان اجتهادا لو وحيا ها كان اجتهاديا ولكن اجتهادا مسددا الله سبحانه وتعالى ما ترك الامر عندما وجد ان الرسول قال فلتقتص مباشره ماذا فعل؟ ها؟ انزل الايه ولهذا في النصوص الروائيه المعتبره عندنا قال هو ماذا؟ هو مؤيد هو مسدد الى اخره اللي احنا قلنا بانه في بحث شنو؟ في بحث الاجتهاد يعني في ابحاث التجديد الديني هناك قلنا بأنه هذا الاجتهاد اجتهاد ماذا؟ لا يترك وانما يؤيد عليه الاحوال وانزل الله هذه الايه فتلاها ثم قال اردنا امرا واراد الله تعالى امرا واضحه بعد والذي اراده الله تعالى من الواضح انه خير جيد هسه مساله مولانا هسا النبوة خلوها على صفحة إمامة وإقامة الشعائر وصلاة والجمعة والخطبة وإمامة الجماعة و و و و هسا بعد عندك وإمامة السياسة وعضو مجلس شورى وعضو مجلس بلدي ووزير ورئيس وزراء ورئيس جمهورية هسا خلونا من الولاية العظمى مولانا مقام الولاية اتركوا ذلك هذا كتاب الأعزاء إذا عدهم خلق مولانا من خيرة الكتب رسائل مولانا في هذا المجال ولاية المرأة في الفقه الاسلامي رسالة ماجستير اصل هذا الكتاب رسالة ماجستير كل العناوين اللفي... الذي فيها نوع من انواع شنو ها الولاية صغيرا كانت مرتبة الولاية كانت صغيرة او كبيرة عظيمة او حقيره كلها بحثها بحثها مولانا في هذه الرساله في 800 صفحه مولانا واقعا لا يوجد بحث و و والمفيد فيه طبعا ماكو راي الشيعه المذاهب الاربعه عرفت شلون؟ والمفيد ادله القائلين بالجواز ادله القائلين بالمنع فيعطيك فد مرجعيه واضحه انت تستطيع بعد ان تتخذ القرار بهذا الاتجاه او بذاك الاتجاه يعني عندما تنظرون إلى تنظرون إلى فقط المصادر من اللي مستعملها مولانا لأنه رسالة دكتوراه عرفت شو شوفوا آه مصدر ثلاثمية ومصدرين ما ماكو مصدر مولانا واقعا ما مراجعه هذا الكتاب بغض النظر عن صحته وعدم صحته مولانا اه في الولايه تعريف الولايه اقسام الولايه القاصره والمتعديه مولانا ولايه المراه العامه ولايه المراه الخاصه الامامه العظمى ال... وهكذا مولانا ما من موضوع الا هنا الا اعز يردون يراجعون فليراجعوه هذا الكتاب مولانا جيد المورد الثاني تفسير القاسم مؤلف حافظ محمد انور مولانا حافظ محمد انور دار بلنسيه المورد الثاني تفسير القاسم بعد انا هذني امر عليها بسرعه لانه التفصيل ذكره العلامه الالوسي قال في ذيل هذه الايه القاسم مولانا في محاسن التاويل المجلد دار الفكر مولانا قال وذلك لامرين وهبي و كسبي اشار للاول بما فضل الله بعضهم على بعض والضمير للرجال والنساء جميعا يعني انما كانوا مسيطرين عليهن بسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال على بعض وهم النساء مو بعض الرجال على بعض النساء بل الرجال على النساء باي قرينه بقرينه صدر الايه وقد ذكروا في فضل الرجال ماذا؟ العقل والحزم والعزم والقوه الى اخره ما ادري واضح صار هذا من المورد الثاني اعزائي المورد الثالث اعزائي اللباب في علوم القران ملان وين هذا اللباب اللباب في علوم القرآن للدمشق مولانا المجلد السادس في ذيل هذه الآية المباركة المجلد السادس في ذيل هذه الآية المباركة بالي بالي اعلم أن فضل الرجال على النساء من وجوه كثيرة التفت بعضها صفات شنو؟ حقيقية يعني مرتبطة بعالم التكوين وبعضها احكام شرعية مرتبطة بعالم الاعتبار فالصفات الحقيقية عقول الرجال وعلومهم وعلومهم اكثر وقدرتهم على الاعمال الشاقة اكمل وفيهم كذلك من العقل والقوة والكتابة في الغالب وفيهم العلماء والامام الكبرى والصغرى والجهاد والاذان والخطبه الى ما شاء الله المورد الرابع اعزائي الزحيلي هذا من المعاصرين بعد الاعز اللي يريدون من المحاصرين مولانا الدكتور سوري الدكتور وهبه الزحيلي التفسير المنير في العقيده والشريعه والمنهج المجلد الأجزاء الخامس والسائر عن الجزء الخامس اعزائي الجزء الخامس يقول وسبب القوامة أمران وجود مقومات جسدية خلقية وهو أنه كامل الخلقة في المقابل بعشر صلم آه ناقص الخلقة قوي الإدراك قوي العاقل معتدل العاطفة سليم البنية فكان الرجل مفضلا على المرأة في العقل والرأي والعزم والقوة هذه هم ثلاثة مولانا أربعة مولانا تعالوا معنا إلى كنز الدقائق تعالوا بهذا الطرف مولانا في مدرسة أهل البيت كنز الدقائق تفسير كنز الدقائق للقمي المشهدي المجلد الثالث صفحه 396 قال وبما فضل الله بعضهم بسبب تفضيله الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوه ولذا خصوا بالنبوه والامامه واقامه الشعائر الى اخر القائمه تعالوا معنا إلى مواهب الرحمن أعزائي للسيد السبزواري السيد السبزواري في مواهب الرحمن في تفسير القرآن المجلد الثامن أعزائي 156 يقول والآية الشريفة الكريمة تبين أن الأصلح لهذه المهمة هو الرجل لما فضله الله تعالى بأمور تجعله صالحا لهذه المهمة وهي على ما يستفاد من الآيات ومن هذه الآية القوة وشدة البأس وزيادة شنو التعقل بخلاف المرأة يا ليتم كانوا يأتون ويقولون العقل له اصطلاحات متعددة ومن التعقل العقل شنو لا الاجتماعي الاكتسابي التدريبي لأنه هذا أيضا من ال... من العقل هذا أنتم عندما تأتون عندما يقولون عندك العقل النظري عندك العقل العملي عندك العقل الاجتماعي والعقل الاجتماعي بعد ذاتي لا اكتسابي مولانا. بل حتى الذاتي النظري أيضا ما هو ها بالممارسة يقوى ويضعف ولكنه خلص مطلقا العقل لماذا لأن النصوص الروائية قالت ناقصات العقول فبقرينة هذا إذن الرجال ماذا؟ كامل العقول هذا في 158 وتعالوا معنا أعزائي في صفحة نعم في صفحة 166 الرجال قوامون على النساء على أن الرجولة يعني شنو؟ الذكورة كونه ذكرًا يعني شنو؟ مقتضيات القوامين إلا أنه نأتي في هندسة الجينات ونتلاعب شنو؟ في جيناته وإلا بمقتضى هاي الجينات التي خلقه الله عليها أساسًا يخرج من بطن أمه الذكر وهو شنو؟ قوام يعني خلقه الله على هذا خلقه الله بعد ماذا نفعل مولانا ماذا نفعل كما خلق الله الاذن لاي شيء للسمع مولانا خلقه الله الرجل للقواميه في الاسره وفي المجتمع وفي القضاء وفي النبوه وفي الجمعه وفي الجماعه وفي الولايه فتقائما مولانا طولها 150 متر كلها الله خلقه لاجلها وأنها مقتضيات قوامية الرجال على النساء وأنها القوامية من شؤون خلقهم و ها؟ فطرتهم بعد ولكنه يقول لا مولانا لا لي... يسيء الاستفادة من هذه هسه الله خلقهم هالشكل شوية خلي يكون شنو ها هاي الزعيفة مولانا هاي الضعيفة ضعيفات العقول والدين والإيمان وكذا لا بد يعتني بهن يقول والمستفاد من سياق أن القوامية هذه الثابتة للرجال ليست قوامية سلطة وابتزاز وجبروت بل هي قوامية حفظ وعناية ورحمة لقيام الأسرة وحفظها من الانهيار هذا ما المورد الآخر أعزائي المورد البعدة ولعله نعم الفرقان عجيب استغربت همته الفرقان من هذا الكلام يقول دكتور صادقي مولان اللي بعد منه ما كنت اتوقع انه يقول هذا الكلام الفرقان في تفسير القران للدكتور محمد الصادقي في المجلد السادس 346 يقول وتلك القواميه تعم الناحيتين التكوينيه والتشريعيه فالرجال إذا هم حراس على النساء في كل متطلبات الحياة لأنهم أقوى منهن عقليا وبدنيا وفكريا جيد بعد عزيزي نختم هذا بما قاله السيد الطباطبائي في الميزان المجلد الرابع أعزائي المجلد الرابع صفحة نعم تثمية وثلاثة وأربعين أحسنتم خلي ذنكم يمي يا أعزائي يقول والمراد بما فضل الله بعضهم الآية أربعة وثلاثين من النساء على بعض هو ما يفضل, ما يفضل ويزيد فيه الرجال بحسب الطبع على النساء أصلا الله خلقهم شو؟ بهذا الشكل وهو زياده قوه التعقل فيهم وما يتفرع عليه من شده الباس والقوه والطاقه على الشدائد من الاعمال فان حياه النساء حياه احساسيه عاطفيه مبنيه على الرقه واللطافه وعموم هذه العله إذا مرتبطة بالزوج والزوجة بالأسرة لو مطلقة لا يقول وعموم هذه العلة يعطي أن الحكم المبني المب... مبي... عليها أعني قوله الرجال قوامون على النساء غير مقصور على الأزواج بأن يختص القوامية بمن في باب القوائم أيضا شنو ها؟ بعد يمكن أن تكون قاضي أو لا يمكن لأنه إذا صارت قاضي وحكمت يصير مولانا النساء قوامون على الرجال إذا صارت مولانا وزير الدفاع النساء شيصرا قوامون على الجيش مولانا وإلى آخره ولهذا يقول يقول ليس غير مقصور على الازواج بان يختص القواميه بالرجل على زوجته بل الحكم مجعول لقبيل الرجال على قبيل النساء خلاص هاي القبيله على هاي القبيله يعني هذا الجنس على هذا الجنس هذا النوع على هذا هذا الصنف على هذا الصنف في الجهات العامة أيضا لا أنها مختصة بالجهات لأنه بناء على أنها مرتبطة بالزوج والزوجة مرتبطة شنو؟ بالجهات الخاصة يقول لا العامة التي ترتبط بها حياة القبيلين جميعا فالجهات العامة الاجتماعية التي ترتبط بفضل الرجال كجهتي الحكومة والقضاء مثلا اللذين يتوقف عليهما حياه المجتمع، بعد يحق لها ان تتولى وزاره او لا يحق لها ها؟ أه؟ بناء على هذه النظريه بعد يحق او لا يحق، يحق لها ان تكون عضو مجلس النواب مولانا او لا يحق، لا يحق، لماذا؟ لانه هذه نحو من انحاء ولهذا انتم تجدون الى الان بعض الدول بلا ذكر الاسماء الى وقت قريب ما كانوا يسمحون ان المراه تترشح شنو؟ لماذا؟ لماذا لا تدرس لماذا؟ يقولون لان فيه نحو من الولايه للمراه على الرجل وهذا غير معقول. خلاف النصوص ماذا؟ الدينيه، وانما يقومان بالتعقل الذي هو في الرجال يعني الحكومه والقضاء يقومان بهذا، بالتعقل الذي هو في الرجال بالطبع ازيد منه في النساء وكذا الدفاع الحربي الذي يرتبط بالشده وقوه التعقل كل ذلك مما يقوم به الرجال او يقوم يتقوم به الرجال على النساء ويقوم به الرجال على النساء وعلى هذا فقوله الرجال قوامون على النساء ذو اطلاق تام لا بعد لا تحصروه في اين ها في الاسره الزوج والزوجه واما قوله فالصالحات الظاهر في الاختصاص فان قلت ذيل الايه مرتبطه بمن بالنس... بالازواج والزوجات يقول الظاهر أف... في الاختصاص بما بين الرجل وزوجته على ما سياتي فهو فرع من فروع هذا الحكم المطلق يعني بيان مصداق من مصاديق القاعده وجزئي من جزئياته مستخرج منه من غير ان يتقيد بالذيل اطلاق ماذا اطلاق الصادرة واضح صار اعزائي هذه هماتي أنا. من هنا أعزائي التفتوا لي جيدا خلوا ذهنكم يمي من هنا أعزائي بعد الآية الثانية هاي الآية الأولى الآية الثانية من سو الآية الثانية وهي في سورة البقرة الآية وثمانية وعشرين وهي قوله تعالى ولهن يعني ذيل الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن شنو درجه سؤال ما هي تلك الدرجه ما هي الدرجه الجواب الرجال قوامون على النساء يقول لان هنا نكر ولم يبين انه ما هي تلك الدرجه التي بها يفوق الرجل على ماذا لانه بعد واضحه قال وللرجال عليهن مراد من عليهن منه يعني يعني النساء وللرجال مع انه صدر الايه مرتبطه ايضا بالطلاق اعزائي ولكنه ايضا باعتبار انه قاعده عامه وللرجال عليهن درجه ولهذا اعزائي جمله من المفسرين او من اللغويين عندما جاءوا منهم الراغب في المفردات في مادة درجة في مادة درجة التفتوا عزائي الدرجة نحو المنزلة لكن يقال للمنزلة درجة إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد نسمى يسمى الصعود يسمى درجات ولهذا نقول درجات الجنة أما من نصل إلى النار بعد لا نقول شنو درجات الجنة وإنما نقول دركات ها الجحيم فإذا كان بشكل مستقيم لنا هذا لا يسمى درجة الدرجة ما هو ها الصعود لهم درجات كدرجة السطح والسلم ويعبر بها عن المنزلة الرفيعة قال تعالى وللرجال عليهن درجة يعني فوقهم، فوقهم فوقهم جنو يقول فوقهم في التكوين والتشريع تنبيها لرفعة منزلة الرجال عليهن، التفت في العقل اللي هو تكوين والسياسة الذي هو ماذا؟ الذي هو التشريع ونحو ذلك من المشار إليه بقوله الرجال قوامون على النساء يعني هذه الآية ذكرت الماتن وتفصيل هذا الماتن أو الإجمال وتفصيله أين؟ ها الآية 34 من سورة ها النساء هذا المورد الأول أعزائي وهكذا أعزائي ما ذكره السيد السبزواري في مواهب الرحمن في مواهب الرحمن السيد السبزواري المجلد الرابع صفحة عشرة مولانا قال والاسلام وللرجال عليهن درجه والاسلام مع انه سوى بين النساء والرجال اعطى للرجال الدرجة عليهن وقد بين تلك الدرجه في قوله الرجال قوامون على النساء يعني اذا سالنا اي درجه هذه يقول المبين لان القران يفسر بعضه بعضا يبين بعضه بعضا هذا هم المورد الثاني وهذا ايضا ما اشار اليه مفسر اخر ابن عاشور اعزائي ابن عاشور في المجلد الثاني صفحه 382 اعزائي صفحه وهذه الدرجه التفت وهذه الدرجه اقتضاها ما اودعه الله في صنف الرجال باعتبار ان الرجل والمرأه صنفان لماذا؟ للإنسانيه من زياده القوه العقليه والبدنيه فإن اصلا السيد الطباطبائي قال الذكور والأنوثه في الإنسان خلقه وتكوينا، شنو؟ ها؟ الذكر اشرف تكوينا ممن؟ ابن عاشور يقول لا الذكر أشرف من الأنثى في جميع الحيوانات مو بس الإنسان بس ما أدري هذا الاستقراء التام من, من أين أجى المهم هكذا التفت جيدا فإن الذكورة في الحيوان مو في الإنسان السيد الطبطبائي ماذا قال أخص منهم ماذا قال كما بعد ذلك شيخ جوادي مولانا يقول لا هاي القواميه اللي اشارت الايه والافضليه مرتبطه بماذا؟ بعنوان الزوج لا بعنوان الرجل تنظرون هاي العناوين كيف تؤثر؟ ما ادري واضح ولا شو اذا افترضوا ان الايه اثبتت القواميه، هذا لا يثبت ان الرجل اكمل ماذا؟ من المرأة نعم في نظام الأسرة لتنظيم الأسرة الشارع أعطى القوامية بيمن بيد من؟ بيد الرجل ما في مشكلة من حق من حق المشرع ان يقول بانه نحن قلنا ذلك التفتوا جيدا اما اذا قلت هذا من مقتضيات ما هي الرجوله هنا يقول من مقتضيات ماذا الذكور مطلقه في الانسان وغير إنسان فإن الذكورة في الحيوان تمام في الخلقة والأنوثة في الحيوان نقص في الخلقة ولذلك نجد صنف الذكر في كل أنواع الحيوان أذكى من الأنثى وأقوى جسما وعزما قلت لكم هسه قد العلم يثبت هذا ما عندنا مشكلة ولكنه هيك استقراء كامل وموجبة كلية يحتاج إلى دليل هذا مورد اعزائي تفسير الميزان اعزائي الكلام الكلام المجلد الثاني صفحه 232 يقول وحيث بنى الاسلام في الايه 228 من البقره وحيث بنى الاسلام شريعته على اساس الفطره والخلقه كان المعروف عنده هو الذي يعرفه الناس اذا سلكوا مسلك الفطره، خطأنا فتره، الفطره، ولم يتعدوا طور الخلقه، ومن احكام الاجتماع المدني على اساس الفطره ان يتساوى في الحكم افراده واجزاؤه، فيكون ما عليهم مثل ما لهم، لان صدر الجمله التي قبلها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول هذه الايه لا تدل على المساواه. هذا المقطع ولهن مثل الذي عليه تقول له يقول لأن القرآن يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف تفتوا جيدا يعني بحسب ما قرر لها في نظام الخلقة وماذا قرر للمرأة في نظام الخلقة تمامية العقل ونقص العقل ها إذن القرآن عندما قال ولهن ولهن هذه لهن بحسب شنو؟ بحسبها لا بحسب ماذا؟ التساوي وجدت بعض الكتاب من المتخصصات هم أنا في هذا المجال مولانا كاتب كتاب زن مولانا اذا ما اقول شنو عرفت شلون؟ تشكل على هاي العباره تقول بانه هذا سيد الطبطبائي ليس هذا مبناه ولكنه سيد الطبطبائي هنا صفحه 232، هذا المعنى اشار اليه في صفحه 271، هناك قال واما وزنها الاجتماعي. قال ولهن يعني بحسب شنو؟ ها؟ موقعها الاجتماعي، وموقعها الاجتماعي ما هو؟ ان وجودها مبني على لطافه البنيه ورقه الشعور ولذلك ايضا ولذلك ايضا تاثير في احوالها والوظائف الاجتماعيه المحوله اليها، اذا كل ما يقتضي بعد العقل والتعقل والتدبير وكذا بعد يوكل اليها او لا يوكل لا يؤكل لا حكومه ولا قضاء ولا دفاع ولا ولا فهذا وزن وزنها الاجتماعي وبذلك يظهر وزن الرجل في المجتمع باعتبار تعرف الامور بأضدادها فاذا كان هذا وزنها الاجتماعي ذاك الرجل بعد شنو ها التعقل والى غير ذلك الى عز همتين اللي يردون يراجعون مولانا مجموع هذه الكلمات وإضافة كلمات أخرى في المعجم أعزائي المعجم في فقه لغة القرآن المجلد التاسع عشر صفحة 156 مولانا في ذيل الآية وللرجال عليهن درجة ابن عباس الدرجة ما هي فضيلة في العقل والميراث والدية والشهادة وبما عليهم من النفقة والخدمة هذا مورد أعزاء المورد الثاني ابن العربي صاحب شنو أحكام القرآن مو ابن عربي صاحب الفتوحات هذا نص في أنه مفضل عليها يعني والرجال عليهن درجة مقدم في حقوق كذا وكذا وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الدرجة على أقوال كثيرة إلى أن هو يقول هكذا الأول وجوب الطاعة الثاني حق الخدمة الثالث حجر التصرف الرابع أن تقدم طاعته اقرأ ملا على طاعة الله تقدم طاعة الزوج على طاعته في النوافل فلا تصوم إلا بإذنه ولا تحج إلا معه الرابع بذل الصداق من حقوق الرجل على المرأة أنه المرأة تأخذ منه صداق لما تأخذ منه فإذا فإذا قال إذا أخذت الصداق أجعلك عاق مولانا أي لابد تروح نار جانب. السادس هذا هذا مولانا أمامكم السادس إدراك الإنفاق السابع جواز الأدب وهذا مبين في قوله الرجال جنون شنو؟ قوامون على النساء الفخر الرازي أيضا يقول هذني وبالأخير يقول وإذا ثبت فضل الرجل على المرأة في هذه الأمور ظهر أن المرأة كالأسير العاجز في يد الرجل والله ما تينا الأسير ما يتعاملون على الشكل والله البهيمة ما يتعاملون مع هذا آه. نص عبارة الفخر الرازي ظهر ان المراه كالاسير العاجز في يد الرجل ولهذا قال استوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم الى اخره هذا تمام الكلام في البحث الثاني البحث الثالث وهو ما هو موقفنا من النصوص الروائيه التي تقدمت والشاهدين ال قرانيين وكلمات هؤلاء الاعلام ولهذا لا بد ان ندخل في هذه الايه ويقع الكلام في جنوب في مقطعين المقطع الاول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا المقطع الثاني مولانا في باب النشوز ومساله الضرب النشوز بماذا نفترض النجوز. النشوز واضح ولكنه نتكلم ماذا في مساله الضرب والحمد لله رب العالمين